تنظم جمعيتي سي محمد بهلول للتنمية الاجتماعية والثقافية وجمعية سيدي علي بن عيسى للعمل الاجتماعي والثقافي بتعاون مع جماعة رأس العين. هذا اليوم عملية إعذار لفائدة أطفال الجماعة. هذه العملية اللي غادي يستافد منها حوالي 100 طفل، وقد اتخذت جميع الإجراءات والتدابير من أجل إنجاح هذه العملية. أولا من خلال استعانة يعني بطاقم طبي له كفاءة ومشهود له يعني بالباع الطويل ديالو في هذا الميدان على المستوى الوطني برئاسة الدكتور خالد مستغني. وهذه مناسبة يعني كنا هذا الحفل كنا نعمل على تنظيمه خلال أيام ديال المهرجان. من المهرجان توقف بسبب جائحة ديال كوفيد، ارتأينا داخل المجلس وبشراكة مع الجمعيتين المذكورتين الشركتين باش ننظموا يعني هذا الحفل بهذه المناسبة. هذا عمل خيري إنساني نتوخى نحن كشركاء مع الجمعيتين. أولا يعني تنشيط وتشجيع العمل يعني الاجتماعي من هذا النوع، كنعرفوا الأهمية ديال الختال الجماعي كيفاش كتكون الطقوس ديالها وما يصاحبها يعني من مسائل اللي هي بحقها تدخل من صلب التقاليد ديالنا الوطنية العريقة. أود باسمي الخاص وباسم المجلس الجماعي لجماعة رأس عين الشاوية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم من قريب ومن بعيد من أجل إنجاح هذه العملية. أولا مكتبي الجمعيتين، كل من جمعية سي محمد بهلول وجمعية سيدي علي بن عيسى، وكذلك الطاقم الطبي بكل مكوناته، وكذلك جمعية الهلال الأحمر المغربي لمدينة خريبكة، وأشد بحرارة على المجهودات يعني الكبيرة اللي قاموا بها كل من السلطات المحلية وكذلك رجال الدرك الملكي ورجال القوات المساعدة، ولا ننسى عمال وموظفو جماعة رأس عين الشاوية. وشكرا. في البداية نرحب بالمنبر الإعلامي سكوب ماروك الذي يحضر معنا اليوم في تغطية هذا الحدث الاجتماعي الكبير والعمل الخيري الذي تنظمه كل من جمعية سيدي محمد البهلول وجمعية سيدي علي بن عيسى بتعاون مع جماعة رأس العين الشاوية في إطار الأنشطة الاجتماعية المبرمجة خلال هذه السنة. العملية هو عمل خيري يستفيد منه أبناء المنطقة وخصوصا الفئات الهشة. الطاقم الذي يشرف على هذه العملية هو طاقم له خبرة كبيرة تترأسها الدكتور خالد مستغني. الوليدات تستفيدوا من اللباس التقليدي المتعلق بعملية الختان والأدوية، والعائلات ديالهم غادي يستافدوا من واحد الباني اليمونتيغ. المناسبه لابد من نشكر جميع المتدخلين والمساهمين في انجاح هذا العمل الخيري، واخص بالذكر هنا المندوبيه الاقليميه لوزاره الصحه اللي ساهمت واحد الحصه ديال الادويه، وكل من ساهم في انجاح هذه العمليه. وشكرا. جرت العاده بالنسبه للجماعه ديال راس العين دائما كتقوم عملية الإعذار سنوية للأطفال الأسر المعوزة، وهاد السنة من بعد المرحلة ديال الكوفيد كنقوموا الحمد لله اليوم هاد الصبيحة بإعذار ديال حوالي ما يفوق 100 طفل من الأسر المعوزة بعد ما تلقاو التحاليل ديالهم والفحوصات الطبية اللازمة. فالآن كاين طاقم طبي مختص اللي كيقوم بعملية الإعذار، 6 ديال المحطات ديال الإعذار، الصيدلية، محطة ديال المراقبة قبل وبعد الإعذار، والحمد لله المسائل غدا مزيان. الحمد لله وفقنا الله لهذا العمل، الحمد لله، فضل الله تعالى التيسير، الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذه المسألة هذه الحمد لله نشكر الناس اللي متعاونين معنا فيها ورئيس الجماعة والناس اللي هما كاع هذا. كاين ما يزيد على واحد 100 ديال الطفل ولا شنو هو اللي كاين عندنا الحمد لله. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، نطلب الله تعالى التيسير. كل عام الحمد لله حنا كل سنه كنديروا هذه المسائل هذه كيجيب الله فيها الناس اللي ما يزيد على 100 ديال الاطفال وكذا،
واعمال ديال الخير الحمد لله. نطلب الله تعالى نطلب من الله تعالى المزيد ان شاء الله بحول الله. ونشكر رئيس الجامعه الحمد لله هو اللي كيتعاون معنا في هذه المسائل وكيوقف لنا الامور وكيسجلنا اللي هو اللي الصراحه الصراحه بكل صراحه هو اللي متعاون معنا 100% هو اللي كيدعمنا باش كنزيدوا كيفاش باش نقادوا امورنا على حق وطريقها. هذا افضل من الله سبحانه وتعالى، جابوا لنا الله سبحانه وتعالى. نطلب الله تعالى الله ينصر الله يزيد فينا هذا دوله هو